أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء Oh,
والشجر والجبال تحسبها جامدة وهي تمر تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور أن أكون من أهل
المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما Oh,
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى على قلبها
أصبح فؤاد أم موسى فارغا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع صدق الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع صدق الله العلي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فأردناه إلى
Mm-hmm.
على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، استمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوه ولها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القراني فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد الصفا القارئ بمصر والعالم الاسلامي ومدرس القراءات وعلوم القران بالازهر الشريف الحاصل على اول جمهوريه في لسنس القراءات وعلوم القران والمقيم بزاويه حضور التابعه لمركز ومدينه الدريكان محافظه البحيره. إدارة الصوت والدور إدارة أولى تهيبة المقيمين بمركز ومدينة شبراخيل. الفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج خميس متولي وأولاده المقيمين بمركز ومدينة شبراخيل. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.